عسلمة مرحبا بيك. بيك أكثر إيه. عارف عليك مسيو؟ بيان سور تفضل. تفضل. عزدي تحب الاسم؟ مرحبا بيك. اخترنا باش نحكيو على تجربتك في السويد. باش بديت التجربة؟ دينار. بالحق. خاطر البلاد كبيرة خشينا برشا، خي من هذه 10 مرات. Mais nous avons fait la comparaison par rapport à ce que nous avons vécu في تونس. شيء مثل ما في تونس. Rien de rien. خلينا نتفكروا اللي تجرب معني نذكروا السادة المشاهدين اللي تجربتك في الثمانينات في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. ما تتذكرش قديش من عام بقيت؟ معني أكثر من 10 سنين ولا أقل؟ أقل شوية. فترة محترمة. فترة باهية. حققت فيها أهدافك ولا؟ Sur quel plan؟ ما نعرفش. عرفت برشا عباد، عرفت الدنيا، عرفت العباد، عرفت القراية، عرفت برشا حاجات. أول ما مشيت في إطار عمل أو دراسة أو شنو؟ لا مشيت هكاك أون فاكونس. يا أخي قعدت غاديك. طلقت من تونس مشيت لغاديك. عشت بالكدا، عباد باهي، ناس باهي، مجتمع باهي، لي جون. ما كنتش متزوج. لا. هيا كهو، قعدت غاديك. بعد كي زوحت لهنا بعد مدة باية زوجت بعد عملت معناتها أولاد وواحد وكذا. أول ما مشيت غادي وعجبتك البلاد لقيت خدمة ولا؟ لا لقيت خدمة مش حاجة. أما خدمت كمان كونت شوية ولا؟ شوية على تحكي على التكوين أنت تاع الأخي من هنا. أهدافك حققت شي حتى شوية؟ لا حققت برشا بالشوية. اللي يعرف يعيش يحقق برشا، اللي يعرف يعيش باش يعيش يحقق، ما نقولوش فورتون كبيرة ولا فلوس، أما يحقق يعيش. الوقت ما ضاعش. بلاد بالقداية، ناس بالقداية، لي جون سون تري بيان، ما عندك حتى فكرة بين غادي وبين هنا، أنا هناك الرامة راسي ما فهم شيء، تو فهم شي حاجة، أنت تو عملت قهوة إكسبريس، خذا 500 فرنك، خذا دينار و500، مش مشكل دينار و500، فهمتني؟ غاديك تشرب قهوة، والله لا يقولوا لك حتى على السوق. قولك تشرب قولهم قهوة باللونجلي معناتها يجيبوا لك طبق طفلة بالكدا مزيانة شبابة هما شبان سون تري بان. عرفت حتى واحدة تخدم في المطار وهي نصحتني وقالت لي وين أنا هي البلاصة اللي نمشي لها. هي قالت لي تحب نجي معاك؟ قلت لها لا. قل لي وين تو ندبر راسي ستار تو نعرف وين نمشي. عطاتني وين مشيت على روحي قعدت هكاك عايش منه ومن يعيشوا بالكدا يباي بيان. اون لي بيي بالكدا يخلصوا مليح يعني. علاش روحت؟ والله روحت باش نقول لك، والله خليت امي الله يرحمها وحدها. سبب عاطفي. باهي. وخليت معها اختي الكبيره وحدها. وزدت بار مالور معناتها مو مالور نقول واحد. حلمت بابا وقت كبير بالكدا وديجا هو في لي زاني بعد فيسع ما توفى. قلت له توا شنو قاعد انا توا هنا وامي وحدها مراه كبيره ديجا هي توفيت من بعد هو توفى امي نفسه 85 عام 85 توفى الا يو ان اكسيدون في البلاد في تونس هنا وكذا ومدام اللي قال شمور والدنيا داخله بعضها توفى هذاك العمر هو يقول العبد هذاك العمر هذاك هو ما جابش نعمل حتى شيء نقول له لا ما توفاش نقول ربي سبحانه لا خليه ليه هذاك هو العمر وليت روحت سيتي مالوروزمون بور موا مي يعني ماكش متهني غادي وعائلتك هوني بعثر شويه قلت خلا روحي روحت في الطياره انا نسميها البلاصه اللي مع السويد ليه هذيك ستوكولم من العاصمه اللي كنت فيها انت العاصمه الاخرى تي بحبيها البلاد بحبيها لا تعديت عليها في الطياره روحت فيها نسيتها يا ننسى ننسى أنا ديما عندي حكاية النسيان هذيا ولات لي حكاية وأنت خارج من السويد إي الدنمارك عديت على الدنمارك طيرت الدنمارك تعديت على الدنمارك قعدنا غادي كل شيء وبعد روحنا تونس العاصمة خذيت التاكسي روحت للدار سيتي فصيلة دير معناتها ما فيهاش حاجة كبيرة برشا لا مشيت لاني السفير لا ميسيون لا حتى شيء جيت بور فوار لا في بور نشوف الدنيا نحكيو على السويد والسويد راهي هي تري بيل فيل والعباد بالكدا ونباتوا في البوتات نحكي لك الحقيقه راهو نباتوا في البوتات ونخرجوا في الصبح
فجر نلقاو لانقال الكبير كما نقول انت انقال برشلونه لانقال الكبير تاع حمام النفاح تلقى البنات كما انت هكا تبارك الله شبان ولابسين بالقدا ويتكلموا بالقدا وكل شيء ويفرحوا بالعبد نجيب لك حاجه جيب تبق تجيبه لك تحط لك القهوه تشرب تراك اللي كملت تزيد تصب لك حتى ما تقولهاش عاود تصب لك عاود تصب لك هيا وما تخلص شيء بريسك ما تخلص شيء مش كيما هنا في تونس هاي قهوه هنا مقمله ب 500 مقمله يقول لك مقمله من القاهره هاني دخلت لهاي قهوه باب الخضر هاي بجنبك من هنا مقملين قهوه مقملين عباده مقملين مع كامل احتراماتي للناس راهو مع كامل احتراماتي للناس مقمله ما عندنا شيء انا ريان تحديش قلي خيش سعيد عبل خيش سعيد لا يحزنهم شيء ما فهمه في البلاد ريان ديوتو وما زلت تشوف راهو البلاد مسيو حسيتك معناها حبيت تقعد في السويد غير ظروف عائليه خليتك ترجع عملت كل شيء بس نقعد ما نجمش عمل عرفت بنات وعرفت الناس يخدموا قالوا لي نبغوا لك خدمه معهم وصورها نسبه كبيره من العقليه نتاعك اختلفت انا فكري قاري انا قاري انا قريت فكرتي وحكيت انا في عود نعمل الحكايات هذه الكل ندخل للبيوتك نحل الكتب ونشوف ترجمه ونشوف الكل ونقعد نقرا والا نمشي نمشي سنترال نتاعهم الحوت نتاعهم المشي سنترالي تو نحكيو عليه بالبحر من السنترالي هما عندهم حوت وعندهم دنيا وعندهم عباد ما عندك حتى فكره ما صاب كان تمشي حتى تطلع عليها حتى جمعتين ثلاثه وتروح انت ماذا بيك ثقافتك وامورك وكل شيء ويحتمل تدبر راسك تدبر خير هو انا الحقيقه نحب اي تتحب اي كلكم تحبوا تونس انتم ما فهمتش حبكم في تونس نوال بالبلاد هذه تحبوا حاجه فطريه نشوفوا فيها تونس فطره بالفطره هي تونس الكل نعرفها انا بالبحر كله وتونس كل قبل ما نمشي للسويد نعرفها كلها دوارش كازي حاجه من عند ربي اعتبارها ما تنجم تبدل امك ما تنجمش ما تنجم تبدل بوك كيما الحاجه اللي تولد البلاصه اللي تولدت فيها وعشت فيها اللهجه اللي تسمع فيها اللهجه حتى غادي تتكلم تكلم شوية أنجلي تعرف تكلم شوية ما تكلمش أنجلي بقيت أنجلي خليت خليت بيان سور خليت أنت خليت أنجلي تكلم شوية أنجلي تدخل البيبليوتيك تحل كتب الكل تقرا تتعلم أنجلي قلت لك أنت قلت لي علاش تحبوا معناها أنتم ما تحبوا تونس قلت لك حاجة تعودنا بها عشنا بها مش حاجة سكرية ماهيش حاجة فريمون إنيفيتابل ما نقولكش أنا أكره بلادك ولا أعملها أما البلاد ما تحبش يا أنت مثلا تصورك تحب بلادك ما نحبهاش نحبها من بعد حاجات 100,000 حاجة وحاجة بعد العائله وبعد امي وبابا وبعد برشا حاجات وقرايتي واموري كل شيء شويه نميل شويه للبلاد شويه ما يتحب البلاد ما الغالب نقولها الكلمه بينا حتى في الدار نقولها للمراه توا وعندي زوج اولاد وعندي وليد مريض وعندي طفله تقرا في الميدسين يقول لك ميدسين في سوسه سانكيماني معناتها مش مازال لها خطوه وتفحص على الميدسين تاخذ الدبلوم نتاعها ومراوح ونحكي معها المراه وتكلم حتى باللونجلي وباللالمو وبالترك أكثر شيء من هكاية أو هاي أما خير هذيك هي البلاد فيها شيء البلاد يا فيها شيء هاني أنا عايش في البلاد يعني في حي من الأحياء حي كاكا وبر هذيك البلاد ما فيها شيء إيش تقول لي فيها إيش تقول هاو الفرينة زاد هاو السكر ما فماش هاو الخبز بالصف هاو الدنيا غالية هاك شوف هذوك هاك البصل حشاك نعم ثوم ولا ثوم نسميوه كل شيء ما تلقاش حاجات ما تلقاش على بورتي حاجات باهين في البلاد ما تلقاش حتى شيء الكلمة الأخيرة مش ما عندي حتى كلمة نحمد ربي ونشكره اللي توا عشت لوليداتي والبنية تبارك الله ميتسين فرحان بها هذيك اللي طلعت أنا هذيك هي الوليد مسكين مريض الحمد لله يا ربي أما عايش بالكدا معانا في الدار وباي ويحب العائلة ويحب أمه ويحب أبوه ويحب كل شيء والبنية أخويا تقرا تصلي عني بي عليها تصلي عني بي عليها تقرا من ترى ترى في الناس هذوما لو يقراوا لك شيء خازين كرات بالملايات لو يكتبوا لك فما شيء ريان دو تو ني ريان دو ريان في تونس القرايه فما سيستم تاع القرايه عندنا برشا دكاتره راهو في تونس ما شاء الله ومستويات ما تراش العبيد قداش تجيب في البكالوريا سنه لا هذيك ما تحكيش على البكالوريا نجموا يعطيوهم العداد ونجموا ما نلعبوش بال برشا مستويات الحقيقه هو الشباب في تونس رغم انه عاطل عن العمل لكن مستويات جامعيه راهو ما شاء الله عليه يقراوا مليح أو الإكزامبل نتاعي أنا هي الطفلة عملت أني بلانش وكذا وعملت كونكور ونسحت في الميدسين توا العام الجاي سانكيماني ميدسين اسمها زا اسمها حتى كان هنا ما فماش مستقبل نعملها نخرج البلا لروح
تمشي للامارات، تمشي لالمانيا، تمشي تخدم روحها وتصور الفلوس منين؟ عشرات الملايين كيما هناش تصور هنا، يحطوها في بنقردين ولا معسفين، يحطوها في سبيطار مكمل وما في حد شيء، حتى كونديسيون تاع خدمه تاع طب فيش تخرج برا لروحها، فما شيء ليك باش يخمم العبد، يخمم في المستقبل. انا مستقبلي وفاء، كبرت ما عادش قريت وعملت والحمد لله يا رب العالمين، ما عملتش فلوس، ما عملتش، عملت كرابي صحيح، عملت حتى خير كرابي بي ام دبليو في، ايوا بورت دير، معناتها اللي انا راني مش سلاكه، راني انا عبد ولا وراجل، معناها اللي ما عندوش بي ام سلاكه، لا راجل راجل، نعرف البلاد شفاه، نعرفها البلاد وين ماشي البلاد نعرفها، ما تلقاش قيس سعيد يحكي ويتكلم يحط في الحبس، هذيك في الحبس والاخر في الحبس وكلهم في الحبس، الناس الكل في الحبس تو. واللي يحل فمه يحطه في الحبس، يعمل له حتى حكايه، ومرته معاه وخوه معاه، البلاد هذه راهي ماشي، هاي برا اختي ربي عام.